احنا في البرنامج هذا ملتزمين بالقرار القضائي بمنع الخوض في تفاصيل القضية، ونهي بالضيفية أن نكتفي بالقراءة السياسية ونظر في مدى مصداقية هذه القضايا داخل تونس وخارجها. نذكر حاجة أستاذ موني، أنت دارس القانون أستاذ المشاهدين، أنه عندهم عام الآن مساجين هم زال في الطور التحقيقي، ولكن لم يصدر بعد قرار ختم بحث. كل ما في الأمر قاد التحقيق يتوجهوا لعائلة السجناء بتقاضي طلب الإفراج، ولكن دائرة الاتهام بطبيعة استأنفوا دائرة الاتهام هذه المرة رفضت حتى هذا. وهذه النقطة سؤالي أستاذة مونيا، عادة ثم انتقادات كبيرة لقضاة التحقيق النيابة العمومية وغيرهم، لكن عادة قضاة دائرة الاستئناف عندهم يعني حد أدنى من المصداقية، كيف ترديد على هذا؟ هو احنا في الحقيقه يعني توجهنا اكثر او قدمنا اكثر من مره عن طريق طبعا هيئه الدفاع مطالب افراج، وطبعا كان يرفضها السيد قاضي التحقيق، ونقوم احنا بالاستئناف لدى دائره الاتهام، وبالطبع ايضا دائره الاتهام ترفض هذه المطالب، كما تعنا احنا في قرار تمديد مرتين اللي خذاه قاضي التحقيق كيف معناها يتم رفض الطعن هذا. تقولي أنت أنه محمول على دائرة الاتهام أنه يكون فما حد أدنى من المصداقية أو من الاستقلالية، ولكن سيد الكريم للأسف الشديد اليوم يعني الجسم القضائي تقريبا هو جسم خاضع للسلطة التنفيذية. اليوم لا نحكي على نيابة عمومية ولا على قاضي تحقيق ولا على قضاة دائرة الاتهام، اليوم معناها تقريبا نحن بصدد قضاء التعليمات، نحن بصدد قضاء بيت الطاعة. مؤسف جدا اليوم أنك تسمع قاضي يقول راني نخاف على عائلتي ونخاف على صغاري، لأنه في الأخير يعني المثال الحي موجود أمامهم. يعني احنا عنا في الدارجة التونسية معنى سمحني في المثل هذايا يقول لك اضرب القطوسة تستحي العروسة، وتمت العملية هذه فعلا معناها على بساطة هذا المثل، ولكنها تمت يعني في نعم. الميدان القضائي بعزل 57 قاضي، تم عزلهم عن عملهم، وتم توجيه لهم تهم متنوعة، وتم أكثر من ذلك وأخطر من ذلك، تم هتك عرض وهي مسألة يعني حساسة جدا ومسألة خطيرة جدا في منظومتنا القيمية والأخلاقية حتى قبل أن نتحدث عن المنظومة القانونية. تم هتك قاضي عرض قاضية من أعلى هرم السلطة التنفيذية وتوجيه لها تهمة أخلاقية، برأها منها القضاء ولم يقدم لها أي اعتذار. المحكمة الإدارية حكمت بإعادة أو بإرجاع 47 أو 49 قاضيا من جملة 57، يعني بحكم نهائي بات تم حكمت به المحكمة الإدارية، ولكن طبعا السلطة التنفيذية لم تستجب لقرار المحكمة الإدارية. نعم. إذا الكريم عن أي قضاء مستقل نتحدث وعن أي مصداقية أو حتى هذا الحد الأدنى من المصداقية نتحدث؟ اليوم القضاة أمامهم المثال الحي، هؤلاء الشهداء الأحياء، هؤلاء القضاة المعزولون لمدة أكثر من سنة الآن عن 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 أعمالهم. اليوم كل قاضي معناها الكل كان يعني يمكن أن أكون أنا القاضي عدد 58، وبالتالي حتى يتفادى أن يكون هو القاضي رقم 58 فهم يعني مجبرون أو يختارون أن ينضوا تحت لواء أو تحت جناح السلطة التنفيذية، التي حتى يعني حتى هيبة القضاء يعني هتكتها، وأصبح القضاء ليس سلطة مستقلة بل هو وظيفة. القضاء وظيفة وليس بسلطة الآن في مفهوم وفي نظر يعني السلطة التنفيذية، وبالتالي الموظف عنده عرفه سي حسين. نعم تعرف أستاذة مونيا، هم السجناء تنذكر سيد المشاهدين اللي قلت نذكرهم بالله مرة أخرى، رضا بالحاج أستاذ محامي، عصام الشابي، خيام التركي، جوهر مبارك، عبد الحميد الجلاسي، والأستاذ غازي السواشي، وكان معهم اثنين اللي هما قلت منذ قليل شيماء عيسى والأستاذ لازهر العكن اللي هما في حال صلاح ولكن نعيد من الظهور إعلاميا. هم عندهم عام، هي في القانون
الآجال القصوى للاحتفاظ 14 شهر. 14 شهر نعم. ما زالوا لهم شهرين. مازالوا شهرين. مشكلة أستاذ أموني أنك أكثر مرة سمعنا السيد سعيد يحكي على ضرورة التسريع في الأعمال القضائية ويقول إن الإبطاء من شأنه ضياع الحقوق وبدأ أنه حريص أكثر من الناس الأخرى أكثر منكم أنتم. أنتم لحد الآن ما ثمش قرار ختم بحث. معنى الصحفي إحنا نقول في الصحافة إذا كان ثمش قرار ختم بحث هم مش متهمين، هم مظنون فيه، ما ثمش قرار ختم بحث. لكن تعرفي وش قام معناتها شهرين حاجتين، يا إما معناتها هل أنه كافية الصوري باش سيد قاضي التحقيق يختم البحث متاعه، وباش يختم قرار البحث متاعه يلزم الحل الوحيد باش يبقى بعد 14 شهر يلزم أعتقد الدارة الاستئنافية هي تعمل في بطاقة جديدة صح؟ بعد 14 شهر قاضي التحقيق هو أمام معنا أمام خيارين لا فايز لهما، أما إطلاق سراح المظنون فيهم المعتقلين أو الإحالة على المحكمة يعني على المسار القضائي بحالة إيداع. هنا يعني الوقت اللي نقوله أنه أنت تتحدث سيد حسين تتحدث بمنطق الإجراءات القانونية، ولكن نحن في الملف هذايا وفي ملفات أخرى نحن خارج يعني خارج الإطار القانوني جملة وتفصيلا، لا من حيث المضمون ولا من حيث الإجراءات. يعني احنا ملف كامل معناها أسس على معناها على أساس فبركة، معناها فبركة ملف، تمت فبركة ملف بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ولما يعني ظهرت تفاهة هذا السيناريو تم تدعيم الملف بوشايات، يعني بعد شهرين ولا ثلاثة أشهر معناها ظهرت وشاية مصطلحة على تسميته بالسيد إكس إكس، ثم ظهرت وشاية السيد إكس 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 معناها ثلاثة. أي إحنا ما ندخلش التفاصيل إكس إكس إكس، لكن لخص أستاذ المشاهدين راهو نعم. القضايا المحايل عليها يا أستاذ المشاهدين راهي العقوبات متاعها تصل حتى الإعدام، راهم قاصلين ما بين مكافحة الإرهاب العام في فصل قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، معناها في 17 قضية كما قالت عزيز. هي 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 إحالة معناها بمقتضى فصول من قانون الإرهاب وفصول من المجلة الجزائية، هذه الفصول بمقتضاها يتم الحكم بالإعدام. ولكن رغم ذلك عام كامل لا يقابلوا قاضي التحقيق ولا يتم البت فيه. يا سيد حسين علاش باش يقابلوه قاضي التحقيق؟ علاش باش يقابلوه؟ قاضي التحقيق وقت اللي باش يقوم بالبحث متاعه عنده هو عنده تهم التآمر، تآمر تفاعل على وزن تفاعل به فيها مجموعة من الأشخاص. يعني المنطق البسيط يقول أنه أول حاجة تم بعد الاستنتاج هي المكافحة، تكافح أنت جوهر مع عصام وعصام مع جوهر، وتكافح عبد الحميد مع خيام وخيام مع عبد الحميد، يعني تم المكافحة. المكافحة هذه ما تمتش سيد الكريم، الاستنطاق كان استنطاقا وحيدا فريدا يتيما، هو الاستنطاق الذي تم يوم 25 فيفري 2023، وبمقتضاه أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في السجن، ثم ومن بعدها لم يقابلوه بتاتا. أتحدث عن عبد الحميد، عبد الحميد لم يقابل قاضي التحقيق منذ 25 جويلية 2023 ولا مرة، وحتى المغالطات التي تتقدم اليوم في الإعلام التونسي وبعض معناها أشباه الكرونيكات وأشباه الرجال، لأقول ذلك أشباه الرجال يغالطون الرأي العام التونسي لأنهم الآن قابعون تحت مظلة السلطة التنفيذية، يقولون أنهم قابلوا حاكم التحقيق أو قاضي التحقيق أكثر من مرة. نعم قاضي التحقيق استدعاهم سيد الكريم، ولكن استدعاهم لا ليحقق معهم، ولكن استدعاهم ليعلمهم بقرار التمديد، ورفضوا المثول أمامه، رفضوا المثول أمام قاضي التحقيق ليعلمهم بقرار التمديد في إيقافهم، مما اضطره إلى إعلامهم داخل السجن. لم يقابلوه ولا مرة، لم تتم المكافحة ولا مرة، لم يتم البحث والاستقصاء أو الاستنطاق ولا مرة. وأضيف وأزيد في هذا الملف تحديدا، في هذا الملف وفي الأورغانيغرام متاع المتهمين
مذكور شخصيات دبلوماسية أجنبية. المعتقلون السياسيون إحدى أكبر التهم الموجهة إليهم في ملف التآمر هي التخابر مع جهات أجنبية، وهذه الجهات مذكورة بالاسم وبالصفة في ملف القضية. ولما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين طلبت استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين الغربيين لبحثهم واستنطاقهم أمام قاضي التحقيق، فقط حينها تكلمت الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب. نعم. وطمأنت هؤلاء الدبلوماسيين الغربيين وقالت لهم لا علاقة لكم بذلك الملف واشتغلوا مطمئنين في بلادنا. إذن مع من تخابر هؤلاء المعتقلين السياسيين؟ على أي أساس ما زالت هذه التهمة قائمة؟ وأضيف مسألة ثالثة سيد حسين، مطلب التمديد أو مطلب رفض الإفراج بالقانون يجب أن يكون معللا بالقانون. نعم. كل التعليل التي قدمها قاضي التحقيق وحتى دائرة الاتهام كانت مختزلة في سطر وحيد لمزيد الاستقراء. نعم. هو قانونيا أكثر أستاذة مريم. نعم. هو كل شهر السجين عنده الحق. نعم. في مطلب إفراج. كل شهر مطلب إفراج مرة. نعم. واحدة. نعم نعم نعم، كلها رفضت، والمفروض كما قلت أنها بالقانون يجب أن يكون الرفض معللا، واختزل هذا التعليل في سطر يتيم لمزيد الاستقراء. من حقي كمواطنة، من حقي كزوجة معتقل، من حقي كمهتمة بالشأن العام أن أسأل وأسائل قاضي التحقيق ماذا استقرأت طيلة سنة؟ ماذا استقرأت؟ هذا يحيينا أستاذة منيا على السؤال التقني القانوني باعتبارك دارس القانون، قبل أن نعود لسيد عز الدين. السادة المشاهدين، مرة أخرى معك أستاذة منيا، نذكر أنه الأسماء هذه تعرفوها توانسة، جوهر مبارك، عبد الحميد الجلاسي، خيام التركي، غازي الشواشي، أستاذ رضا بالحاج، وخيام التركي، نعم هضمه، عصام الشابي، تهم تحم تكوين تنظيم إرهابي، تخطيط لجرائم القتل، تدريب الأفراد على الإرهاب، إفشاء المعلومات المتعلقة بالإرهاب، إضرار بالأمن الغذائي والبيئة، توفير الأسلحة المتفجرات، إخفاء أو تسهيل إخفاء مصادر الأموال المستخدمة لتمويل أنشطة إرهابية، ربط علاقات، حكيت عليها أستاذة منيا الآن، اتصالات مع عوان دولة أجنبية الغرض منها إضرار بحالة بلاد تونسية من الناحية الدبلوماسية، ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، التآمر عام الدولة الداخلي والخارجي، تكوين وفاق يقصد الاعتداء منه. خلينا نفهموا حاجة، هذوم الكل قاضي التحقيق عنده عام الآن، عام، ذاك مرة أخرى عنده الحق عام وشهرين، يلزم يحيل الملف مهما كان، يسكر الملف نتاعو في 14 شهر ويحيله على دارة الاتهام إذا كان يحب. نفترض حتى أنه جاء في دقيقة 90 وحال دارة الاتهام، ودارة الاتهام تصدر بتقديرها، أي مصداقية أستاذ منيا هي قانونيا إذا كان أنت عام كامل ولا عام وشهر ونص ويبحث في قضية التحقيق ومش يجي شو اسمه دار الاتهام باش يلخصه في نهاره؟ سيد الكريم انت معناها ما يعني واضح استاذ المشاهدين هذا مهم التفاصيل هذه. طرحت السؤال نتاع المصداقيه اكثر من مره، ولكن كما قلت نحن هنا يعني خارج اطار القانون، وانا اضيف معناها واقول واتحمل مسؤوليه في ذلك ان قرار ختم البحث لن يكون يعني يعني بتمشي قانوني، ولكنه سيكون بالتأكيد بتمشي سياسي، لأن الملف كله أساسا هو ملف سياسي، والإجراءات في هذا الملف لم تكن يوما إجراءات قانونية، بل كانت إجراءات سياسية وقرارات التمديد في الإيقاف وقرارات رفض مطالب الإفراج بالأساس كانت هي قرارات سياسية. وبالتالي يعني حتى قرار ختم البحث تأكيدا لن يكون قانونيا كما تتمنى أنت وأنت تبحث عن المصداقية، ولكنه سيكون قرار ختم بحث سياسي. وبالتالي عندما أقول قرار ختم بحث سياسي يعني هنا لن أتحدث عن مصداقية، لأنه ببساطة شديدة أنت ذكرت منذ قليل، قلت أن السيد معناها قيس سعيد
طلب يعني تسريع الإسراع في الأعمال، نعم، وفي الإجراءات القضائية. ولكن نفس هذا الشخص سيد الكريم يعني منذ بداية الملف قال تلك الجملة الشهيرة التي سيذكرها التاريخ جيدا، لأننا نذكرها نحن جيدا، قال: من يبرئهم فهو شريك لهم. وقال أيضا أن الملف يتحدث بالإدانة أو يدينهم، الملف يدينهم قبل أن يدينهم القضاء. يعني قاضي التحقيق لما يضع أمامه هذين التصريحين، أي معنى لبقية ما سيصرح به أو ما صرح به قيس سعيد أو ليلى جفال أو غيرهم؟ نعم، لن يكون لبقية التصاريح أي معنى، لأن كما نقول أحنا يعني الفيدروت تعتاد سيئ. هو قال يعني قالهما في 10 فيبري، عفوا، الموجهات الأساسية لهذا الملف أعطاها قيس سعيد منذ شهر فيبري 2023 مباشرة بعد أن تمت سلسلة هذه الاعتقالات للقادة السياسيين. هذه الموجهات الأساسية اثنتان: من يبرئهم فهو شريك لهم، وأن الملف يدينهم قبل أن يدينهم القضاء. انتهى الأمر، أغلق هذا الملف. نعم أستاذ منيا، هو قال هذا فيبري 2029 صرح بهم. نعم. تواليا في 10 فيبري 22 و 22 فيبري 23 عفوا في 10 فيبري و 23 فيبري 22 فيبري 23 بس سر الدين.